ديالو تعدل على اساس انه يقدر صندوق يدعم جميع يعني المجالات، التعليم، الاعلام، حتى المجتمع المدني، حتى التعاونيات. هذا غير باش نوضحها. بالنسبه صباح وقت الان تجبد الموضوع ديال الاساتذه التعليم ديال ابناء المهاجرين. غير واحد الملاحظه وربما يصح لي في مستقبل، هذا ماشي ملف ماشي ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ديال لافونداسيون حسن دو، وهي هاد لافونداسيون حسن دو هي داكشي اللي تيجيها من الناس ديال الجالية تتاخذو وتطلب على وزارة التعليم باش هي تعطيها هاد المعلمين هادو. شنو بغيت نقول؟ بغيت نقول بلي أن المجتمع المدني صباح راه هو الدور ديالو هو هذا، من أنا ودافع من على الملف لا فونداسيون حسن دو والناس المجتمع المدني ديال الدياسبورا يعني يترافعوا على هذا الملف هذا باش انه يعني يدخل في في يعني في التعليم ديال ابناء المهاجرين. النقطه الاخيره وهي انه الوزاره ديال الانتقال الرقمي وتحديث الاداره اللي هي يعني على هاد الصندوق ديال الدعم الأمازيغية راه دارت واحد الاتفاقيه مع وزاره التربيه الوطنيه باش ندير جوستومون باش دار واحد لابليكاسيون ديال واحد منصه ديال التعليم الامازيغيه للتلاميذ والتلميذات ا ديستونس. وهذا يعني حيت كان يعتبرها واش غتكون بديل للقيس ولا هذا، لا راه هي غير يعني كمساعده باش انها يعني تدعم التعليم الامازيغيه. وشكرا. احنا مسؤولين عليها لانه كل ما حسوا عليه من مكاسب الامازيغ كنا تكلمنا عليها. التعليم الامازيغيه ما جاش هكذاك، قال في الجزائر السلطه قالت والله نبداو نعلموا الامازيغيه، وبعد المغرب قال حنا ثاني نعلموا الامازيغيه، لا جا بفضل الكفاح. دستاره الامازيغيه ما جاش هكذا، قال اي والله ندخلوا الامازيغيه في الدستور نستعرفوا بها، هاي عندنا لغه وطنيه، لا جا بفضل الكفاح بفضل التضحيات. ولكن لما نحسوا على المكاسب نحن كمازيغ نعتبر لنا كل اللي داروا فينا مزيان. ايه لا بروف شوف لنا كامل الناس ايه والله ستري بيان والملك عطانا الاخرين يناير شو من بي داروا لنا فيشلا. هذا جاء بفضل الكفاح في 2017 يناير كانوا يستعرفوا به في الجزائر ولا شو من بي بصح مش ربحنا والو. شو من بي الصح ما تندارش وتعليم اللغه الامازيغيه، لانه احنا كما قلت كامازيغيين نكرسوا في التقسيم بيناتنا. خدمت انت في المغرب في جهتك وانا في الجزائر نخدم في جهتي، وتونس وليبيا ضاربين النحت لانه كان صغار حكمنا، واللي خلانا في الحاله هذه هو التقسيم. لما نجو نشوفوا باش ندرسوا الامازيغيه قال والله باش الحرف نستعمل لا ارتفينا الاخر قال العربيه الاخر الروميه الاخر قلب الروميه بشويه تاع الركوب على حرف ارتفينا. خليني نقول لك بصح تطويرها وكذا، وعلاش في اسرائيل العبريه ما قالوش الحرف العبري يطرح مشكل، وعلاش البولونيين ما قالوش الحرف البولوني يطرح مشكل، وشحال كاين عدد السكان بولونيا ولا رومانيا ولا بلغاريا كلهم يستعملوا حروفهم يستعملوا لغتهم، غير احنا اللي رانا فوق 100 مليون 100 مليون امازيغي جات مشكله ما استعملش التيفينا لانه ماش قادرين نطوروها ولا ماش مانيش فاهم انا. زيد حتى بالنسبه لتوحيد اللغه باقيين حاصلين، غير في المغرب والله احنا كنا ستاندارديزي وفي الجزائر بقى خلاو لهم الاختيار. انا اللي يقول لك خلي لك الاختيار باش يقصر. انا لما نشوف القناه التلفزيونيه تاع الجزائر تاع الامازيغيه نشرت الاخبار نهار بالشعبيه نهار بالقبائليه ونهار بالتركيه ومن بعد بساعة 8 كان يسمع العربيه كل القنوات تضحك بالعربيه.
شكرا. البطولة العربية وين كاين تجي تعلمناها يا اخي؟ الفرك يدخل للمسجد نهار الاول يدخل للديكور ما يقولش راك رايح للمدرسة وناخذوا لك محفظة وقراص وممحات ومسطرة. قولوا لي اللي تروحوا تدوا للمسجد في العاصمة، قولوا للمسجد في الجامع، قولوا تروح للجامع، قولوا تروح للليكول، في عزام يقولوا تروح للشكولة. سكول كل ما يقولش مدرسة، يتعلم كلمة مدرسة في الليكول. الكاي والقرطاب وكذا هذه هي اللغة تاعهم، هذه يولي المحفظة والكراس والممحات. وحلاش ما يتعلمش نفس الشيء بنفس الطريقة الأمازيغية؟ الحرف العربي ما كانش يعرفه تعلمو في ليكول، الحرف الفرنسي ما كانش يعرفه تعلمو في ليكول، وعلاش ما يتعلمش الحرف الأمازيغي بنفس الطريقة؟ وشكون اللي راح يقول ما تستناش باش تجينا خلي راهو يعقل فيك باش هو يدير لك المنهج الدراسي ويدير لك يحدد لك عدد ساعات التعليم ثلاث سوايع فيها بركة. وعلاش ثلاث سوايع سي محمد؟ شكون اللي يحدد هذه؟ لما نشوف انه المعلم فيها على حسب ما سمعت هنا معلم اللغة الأمازيغية في المغرب وفي الجزائر يعني كيف كيف تحتفل شغل دارني رود لاشاريت رود سيكور كاع اروح قري ثلاث ساعات. انا عندي ابني يدرس اللغه النيرلنديه، لونغ نيرلنديز يعني هولندا طوش وين سيبا اللغه هذه. هو يدرسها في فرنسا، عنده نفس الشهريه ونفس الامتيازات ونفس الاحترام كأستاذ اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات أو غيرها. ما كانش ميز يعني بيناتهم. إذا كان ميز لنا، إذا كان الأستاذ اللغة الأمازيغية محبوب، هي الكلمة لنا محبوب، لأن إحنا بغينا نحضروا حكروا إحنا الأولين باش يحضروه الآخرين. ما تستناش من هذاك اللي كان يدير في عراقيل باش ما يدرسش الامازيغيه باش يقتل اللغه الامازيغيه، لان اللغه الامازيغيه كانت ميته من قبل. اذا نستنى هذاك باش يعطيني المجال باش ندرس الامازيغيه ونحي الامازيغيه، لان القضيه مش قضيه نقراها في ليكول ونروح، لا لازم تكون لغه العلم ولغه الحديد والصلب والفولاذ. سيسرى لون دو لاسيي، سيسرى لون دو تكنولوجي ان شاء الله. شكرا سي هشام. وكثر في الوقت ديال الكوفيد وقع واحد التضامن لا يتصور ديال الولاد ديالنا في الخارج كيصيفطوا الفلوس العائله ديالهم في المغرب، فهذه الخريطه اللي دارتها كنجبروهم الاغلبيه الساحقه من المناطق الامازيغوفونيه. على الراس ديالهم كاين سوس كيتبعها الريف وكيتبعها المنطقه ديالكم اللي كنتواجدوا فيها المويان اطلس. وعلى حسب هذه الخريطه في الحقيقه المناطق اللي تكون اكثر زعما غيش اللي عندها المردوديه تنميه اقتصاديه اكثر بنيه تحتيه خص تكون سوس هي الاولى غادي تبعها الريف وتبعها المويان اطلس. ولكن في الحقيقه كنجبروها لو كونتر. هي كاينه هي هذا الارتباط مع هذه السكينه اللي قابطين في اللغه ديالهم لي زوتوكتون وكاع باش كينتجوا كيمشيو لهذه المناطق وكنمشيو كنلقاو بان الوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه كتجبر النسبه الكبيره ديال الاميه كاينين عاود في هذه المناطق. سوف ولا ليكواسيون سهله نقريو لها امازيغيه نعطيو ليها القيمه ديالها في المدرسه وباش الناس يندمجوا اكثر في المدارس في المعاهد في مكاتب التكوين المهنيه وهذا الشيء غادي يخلق وين لا ريشيس اشكال كبير في الدوله المغربيه وهي كتعترف والوزير الحالي كيقول لك 78% ديال الدراري اللي كيكملوا الدراسه ديالهم في الشهاده ما كيعرفوش لا يقراو لا يكتبوا لا اللغه العربيه لا اللغه الفرنسيه اللي كيقريو لهم وكيعطيو لهم جميع الامكانيات
اللي كيديروا اليوم هاد البيتاغوسيات اللي ما كيديروش كاع اللغه الامازيغيه.